ابتداء من هذا الزنق نتاع القصبة اللي يبدأ التعمار نتاع الملاعب، ملاعب سانتوجان والمينيسيبال كل يوم حد، وكانوا يجوب المئات من الحمى بالكور سالومبيي باب الواد ومواضع أخرى. كل خرجة نتاع المولودية كان أساسها غطاء سياسي، النتيجة الرياضية ما كانت غير تمويه. هذه القصبة اللي راهي هنا قدامنا هي اللي كانت سبب للنجاح تاع المولودية. من النظام هذا سوى بين المسؤولين وسوى باللاعبين، الروح الإنسانية والروح الوطنية كانت ساكنة في الرياضيين، جميع الرياضيين. علاش؟ على خاطر السياسي راهو يخدم في رئيس السياسة وراهو يقرش في رئيس أمر السياسة، والرياضة راهي دافع في وسط الملعب، والشعب اللي يتبع اللي يجي للصطاد ما يجيش باش يشوف غير الربح تاع المولودية هكذا، يجي باش يشوف الفريق الجزائري يغلب الفريق العنصري. لا راحة في الدنياوية لا طعام بدنين. كانت المقابلات توقع يوم الأحد، كل الجزائريين اللي ما يتمكن لهمش باش يدخلوا الملاعب يتفرجوا في المولودية يراقبوا الخبر من النتيجة. مرأة راجل طفل وطفلة كبير وصغير يتسألوا والمولودية واش عملت، ربحت خسرت، وهكذا حتى يجي الخبر، وفي الأغلبية أخبار يفرح.